وبسمة هنداوي الأخصائية في التغذية العلاجية معنا ككل يوم ثلاثاء لنتحدث اليوم معك بسمة عن الغذاء وتساقط الشعر. بداية صباح الفل والياسمين. صباح الخير والصحة والشعر الجميل. صباحك سعيد حنان إن شاء الله. أمين أمين. صباح الفل والخير دكتورة بسمة وسعداء دائما بسماع صوتك يوم الثلاثاء. وأنا أسعد والله. طيب هناك علاقة قوية أم لا بين ما نأكله وتساقط الشعر؟ وتعلمين بأن هذا الموضوع يهمني كثيرا دكتورة، تفضلي. هو أحيانا من الصعب معرفة السبب وراء تساقط الشعر، يعني بيكون له أسباب كثيرة، في بترجع منها لأسباب وراثية أو جينية، وأوقات للإجهاد، ضغط العمل، عدم الحصول على طعام كافي، التقدم في العمر، أوقات صبت الشخص مثلا بارتفاع درجة الحرارة، ده بيؤدي إلى تساقط الشعر. لكن السبب الرئيسي اللي دراسات كتيرة أثبتته إن سبب وراء تساقط الشعر نقص بعض الفيتامينات والمواد الغذائية، وكمان أثبتوا إن الطعام اللي بنتناوله أو بنأكله له تأثير مباشر على مظهر وتغذية الشعر. بمعنى إن أوقات كتيرة، يعني أنا شايفة أغلبية الناس خايفة من موضوع تساقط الشعر بشكل كبير، فأنا عايزة بس أهدي الناس إن لو حصل تساقط شعر عندك مثلا في اليوم بمعدل 50 ل 100 شعراية في اليوم، ده تساقط، ده يعتبر طبيعي، ده مش أي قلق. فعلا فعلا. لكن القلق بعد مثلا حد مثلا يبقى نايم مثلا ويصحى من النوم يلاقي نسبة شعر كبيرة أو كمية كبيرة من الشعر متساقط مثلا، فده اللي فيه قلق بقى، يعني نرجع بقى نقول إيه المشكلة. فالشعر عادة بيتكون من حاجتين مهمين جدا، بيتكون من البروتين والكرياتين. بيعتبر البروتين، يعني الكرياتين، بيتمثل إيه حوالي 70% من تكون الشعر، علشان كده بنهتم جدا بتناول أنواع البروتين خاصة في حالات تساقط الشعر، لأن البروتين حالة لو تناولتيه بكميات صحية ومتوازنة وكافية للجسم هتلاقي بشكل كبير جدا موضوع تساقط الشعر ده أقل معاكي. البروتين البروتينات يعني؟ البروتين خاصة البروتين الحيواني. أوكي. لأنه هو بيكون سهل امتصاصه بالجسم. نقص البروتين عادة بيبان على طول على الشعر، يعني في حالة نقص البروتين بتلاقي الشعر جاف، التساقط بيزيد، الكثافة بتاعته بتقل. طبعا في بعض الأغذية بقى احنا بنقول عليها زي ايه، روح الشعر، يعني حيوية الشعر، يعني منها الخضار والفاكهة، اي لون اصفر وبرتقاني زي الجزر، البطاطس، التفاح الاصفر، القرع، الشمام، الطماطم الصفرة دي بقت موجودة كتير في الأسواق، الأناناس، دي بقى لأنها بتحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وده اللي بيتحول لفيتامين أ في الجسم، وده طبعا بيساعد بقى على إنتاج زيوت ضرورية لفروة الرأس. خاصة كمان موضوع فيتامين أ بيلعب دور كبير جدا في تساقط الشعر. أوكي. الفاكهة الحلوة قوي جدا جدا وأنا بنصح بيها اللي هي التوت البري والفراولة. أوكي. بيساعد على تنشيط الدورة الدموية بفروة الشعر بشكل كبير، لأنه بتحتوي على فيتامين بي، وده اللي بيزود الخلايا بنسبة أكسجين كبيرة. حلو. فبتقلل معانا تساقط الشعر. وماذا أيضا؟ مهتم جدا بتناول الفاصوليا والبسلة. دول مهمين جدا للشعر، لأنهم بيعتبروا زي إيه كده، يعني عارفة اللي هو البنيان، بيساعد في بنيان الشعر. لأنه بيحتوي على الزنك والحديد والبيوتين. أيوة. ودي حاجات كلها بتقوي الشعر. الزنك دكتورة مهم جدا للشعر. جدا لأن الزنك يعتبر يعني من الحاجات اللي بتغذيه، يعني هو بيزيد من إنتاج الكرياتين. الكرياتين ده زي ما أنا بقول هو بروتين الشعر، وكمان ده بيثبط الإنزيم اللي بيعيق إمداد المواد الغذائية من خلال الشعيرات الدموية لجذور الشعر. الزنك ده بقى موجود فين؟ في اليقطين، في بذور عباد الشمس، المكسرات بشكل عام، الأسماك خاصة السلمون والتونة. وإحنا بننصح بتناول 15 ميلي جرام في اليوم من الزنك، وطبعا بوجد بشكل كبير في اللحم والسمك والكبد والبيض. حلو حلو. طيب عندما تكون الهرمونات جيدة جدا بعد مثلا فحص طبي، وعندما يكون الشخص لا يعاني من شيء نهائيا، ولكن هناك تساقط للشعر يعني طول السنة، وهل التساقط يعني خلال السنة بأكملها يؤدي فعلا إلى ذهاب كلي للشعر مثلا أو قرع؟
مع هو الوقت. حابين نقول برضو تساقط الشعر خلال السنة احنا لازم نراعي ان الشعر زي الجو يعني زي بيأثر بكل حاجة. يعني عندنا مثلا لازم عند كل الناس خلال التقلبات الجوية المناخية خاصة في آخر فصل الشيف فصل الصيف بداية فصل الخريف بتلاقي نسبة تساقط الشعر بتزيد عند كل الناس بشكل كبير. ده بقى احنا حاجات ما نقدرش نتدخل بيها دي بترجع لتغيرات مناخية. وبعض الأوقات زي السيدة في مرحلة الرضاعة بعد ما بترضع مثلا بعد 3 شهور الأولى بعدها بتلاقي لازم في عندها تساقط في الشعر عند انقطاع الطمس عند السيدات الأشخاص اللي بتناول حبوب مثلا أوقات حبوب منع الحمل ده بيؤدي لتساقط الشعر اللي بتناولوا بعض الأدوية أكيد لازم في سبب أكيد لتساقط الشعر. نعم. طيب دكتورة بسمة سعداء دائما بتواجدك معنا، الوقت يداهمنا، سنتوقف مع فاصل وأكيد نعود إليك كل يوم ثلاثاء مع إرشادات ونصائح صباحية. لك مني كل التحية اليوم. شكرا.